الاسايمنت بتاعنا النهارده create a document distribution matrix for external contact. بمعنى ان انا محتاجه ان حضرتك تعمل distribution matrix لجهه انت بتتعامل معاها خارج الشركه بتاعتك مش في الشركه بتاعتك، تمام؟ يعني انا مثلا انا كشركه استشاري مثلا بتعامل مع استشاريين تانيين، او انا كبي ام في مشروع بتعامل مع اكتر من استشاري، محتاجه document distribution matrix لجهات الاتصال بتاعتي الخارجيه تحدد فيها بقى كل حاجه، تحدد فيها الطريقه اللي انا بتعامل مع كل واحد فيها. محتاجه ان حضرتك تكريت طرق مختلفه، يعني في ناس انت بتتعامل معاهم بالايميلز بتبقوا بره مصر، في ناس بتتعامل معاهم باللاترز مثلا جوه مصر، في ناس بتتعامل معاهم داخليا بيبقوا شغالين معاك في المشروع وهكذا. فعاوزين document distribution matrix لجهه خارجيه للجهات الخارجيه اللي انت بتتعامل معاها. دي الريفرنسز بتاعتنا اللي احنا استعملناها في السبجكت ده. احنا يسعدنا ان احنا نسمع اسئلتكم. معلش انا كنت عاوزه انوه ان احنا مش هنبقى متواجدين يوم السبت اللي جاي، الاكاديميه عندها ايفنت شغاله عليه من يعني السبت، مش هيبقوا عندهم، مش هيبقى متاح ان احنا ندي الكورس بتاعنا يوم السبت، بس ان شاء الله باذن الله ممكن ناجله نخليه يوم الاربعاء في نفس الميعاد الساعه 8. تمام، احنا مش هناخد بريك عشان احنا خلاص هنقفل. في حد عنده اي اسئله عن الجزئيه دي؟ تمام كده يا استاذه اميره، هتكتبي مثلا ان الهيد اوفيس بتعامل معاه بالفاكس وتكتبي رقم الفاكس والتفاصيل. والله زي ما انتوا عاوزين تعملوه اكسل، تعملوه باوربوينت، زي ما انتوا عاوزين. طيب خلينا نتاكد كده من الناس، هل الناس هيبقى مناسب بيها ان احنا ناجل الكورس يوم السبت اللي بعديه، ولا هل ينفع معاكم يوم الاربعاء؟ استاذ احمد كده هيعمل استطلاع راي ونشوف ان شاء الله باذن الله مين بالنسبه لكم احسن. لو كل الناس بالنسبه لها ان هو ناجله للسبت اللي بعديه انا ما عنديش مشكله، انا قلت بس عشان ما نتاخرش اكتر من كده في الموضوع. التاسك احنا محتاجين ديستريبيوشن ماتريكس لجهه خارج، للجهات الخارجيه اللي انت بتتعامل معاها في الشركه. طيب موضوع المواعيد احنا نتفق فيه بعدين، تمام؟ طيب خلينا بس دلوقتي نشوف لو في اي اسئله ممكن نرد عليها، وبعد كده خلينا نشوف موضوع المواعيد ده على الواتساب بعدين. في الاكسل ما معنى الاي ار؟ يعني ريكوست فور انسبكشن اي ار. وياريت يا جماعه بس نبعت التاسك في ميعاده، يعني ان احنا بنقفل تسليمات التاسك على الساعه 12 يوم الجمعه، عشان يبقى انا عندي وقت ان انا اعرض، اقدر ان انا اراجعها وادي لحضرتك، اودي لحضراتكم الكومنتات اللي بتبقى محتاجها. انما انا فعلا لما بتزنقوني في الوقت وبتبعتوا لي حاجات متاخره، انا ما بيبقاش عندي وقت ان انا اتواصل مع الناس اللي كاتبه كومنتاتها وارجع اراجع لها الحاجه تاني بعد الكومنتات، تمام؟ طيب يا جماعه هنتفق ان شاء الله على الواتساب على ميعاد المحاضره اللي جايه باذن الله، وهنشوف هنعمل ايه وهنبلغ حضراتكم ان شاء الله على الجروب. ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.